هاي، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة لليوم من برنامج Food and Safety. بحلقة اليوم رح نحكي عن موضوع بهم كل بيت لبناني، لأنه رح نحكي عن عادة أو عن خصلة ثلاث أرباعنا منقوم فيها ببيوتنا، وهي عادة لف المأكولات وخاصة الأسماك واللحوم بورق الألومنيوم قبل ما نحطهم على النار للطهي. وعادة نحن بنعمل هيك لأنه بمعتقدنا أنه منكون عم نستوي الأكل داخل هيدي الألومنيوم بشكل متساوي، وتا ما نحرق الأكل لما نكون حاطينه على الباربيكيو على الغاز أو بالفرن، وأيضا لنسرع بعملية الطهو. طيب هل يا ترى هيدي الخصلة أو هيدي العادة هي عادة صحية وفينا نضل عم نستعملها، ولا هي عادة مسمة ومضرة وما لازم بقى نستعملها؟ خلال حلقة اليوم رح نقدر نجاوب على هالأسئلة. اولا مثل ما بنعرف فانه الالومنيوم هو بالاحرى معدن، فهذا المعدن هو ثالث اكثر مكون للقشره الارضيه بعد الاكسجين والسيليسيوم، فهو بشكل 8.6% من هالقشره الارضيه، وهو معدن كثير متواجد بالطبيعه وبالبيئه، ففينا نلاقيه كثير بالتربه وبالماء، ومن هالتربه والماء اكيد فينا نرجع نلاقيه بمأكولاتنا. على سبيل المثال بنلاقيه كثير بثمار البحر مثل الكراكند، الاريديس، الكراب وغيرها، بنلاقيه بالحبوب، بنلاقيه بالفواكه، او بالاحرى ممكن نلاقيه بالحبوب، بالاسماك، بالفواكه، وكمان ممكن نلاقيه ايضا بالشاي وبغيرها من المأكولات. وكمان هيدا الالومنيوم ممكن نلاقيه ببعض الينابيع يلي بيشرب منها الانسان. والألومنيوم بسبب خصائصه الفيزيائية والكيميائية فيستعمل كتير بعدة مجالات، فيستعمل مثلا بمجال النقل، بمجال العمار، بمجال صناعة الأدوية، بمجال صناعة المواد الجراحية، يستعمل أيضا كتير بصناعة المستحضرات التجميل والديودوران أو مضاد الرائحة، وبالمجال يلي أكثر شيء بهمنا هو مصانع المواد المستعملة لصناعة المأكولات الغذائية. فهذا الألومنيوم فينا نلاقيه كمان بمعلبات الأكل، فينا نلاقيه كمان بالعلب يلي بنحط فيها المشروبات وخاصة المشروبات الغازية، وأيضا بنلاقيه بالأواني اللي بنحط فيها الأكل، وأيضا كمان فينا نلاقيه بصناعة الأواني مثل طناجر المقالي. الألومنيوم ممكن يدخل بطريقة غير إرادية إلى جسم الإنسان من خلال عدة طرق. أول طريقة هي عن طريق الاستنشاء، فإذا هو هيدا الشيء أكثر شيء موجود عند العالم يلي بيشتغلوا بمعامل يلي تنتج ألومنيوم. ثاني طريقة هي عن من خلال الجلد، فممكن يفوت من خلال مستحضرات التجميل أو ديودوران اللي بنستعمله. وثالث وأهم طريقة ممكن يدخل خلالها الألومنيوم إلى الجسم، برجع بشدد، بطريقة غير إرادية وعرادية، هي مع الأكل. بحسب العلماء فإنه هيدا الألومنيوم ما عنده دور بيولوجي بجسم الإنسان، بعكس بقية المعادن أو معظم المعادن مثل الفار والزنك اللي عندهم وظيفة بيولوجية. وبما إنه الألومنيوم ما عنده وظيفة بيولوجية، فالجسم بحاول التخلص منه عن طريق الكلاوي، أي عن طريق التبول. ولكن للأسف فإنه بعد هيدا الألومنيوم الجسم ما عم يقدر يتخلص منه، وعم يتراكم ببعض أعضاء جسمنا مثل مثلا بالكبد، بالرواية، وخاصة كمان بالعظام وبغير أيضا أجزاء من جسمنا. فإذا الكمية المتبقية بجسمنا من الألومنيوم بعد ما يكونوا الرواية تخلصوا من الكمية اللي قادرين يتخلصوا منها، إذا كانت هيدي الكمية المتبقية خفيفة فالإنسان قادر يتعايش معها، إنما هيدي الكمية إذا كانت كتير عالية فإنه هون ممكن يكون في خطر على صحة الإنسان، وممكن نشوف مضاعفات سلبية وغير مستحبة على صحة الإنسان. من هون قامت لجنة مشتركة بين منظمة الزراعة والأغذية الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية بتحديد مستوى أقصى يسمح بدخوله عن طريقة غير إرادية إلى جسم الإنسان أسبوعياً، وهيدي الكمية كانت 7 ميلي جرام سنة 1989، ولكن عادوا وخفتوا هيدي الكمية إلى 2 ميلي جرام مقابل كل كيلو من وزن الإنسان. برجع بذكر فهن بيحطوا إذن الكمية ولكن بيحسبوها مقابل كل كيلو من وزن الإنسان، فصارت هيدي الكمية 2 ميلي جرام مقابل كل كيلو من وزنه. هيدا الشيء بيعني أنه هالمنظمتين متخوفين من الأضرار يلي ممكن يسببها الألومنيوم لجسم الإنسان. طيب حكينا أنه هالألومنيوم ممكن يكون مضر، طيب شو هن الدراسات وشو بيّنت الدراسات كيف ممكن يكون مضر؟ فإذن أولاً العلماء بيّنوا أنه الألومنيوم قد يكون من أحد أسباب النيوروتوكسيسيتي، أو قد يكون بيصيب الجهاز
العصبي، وحتى بعض العلماء ذهبوا حتى اتهاموا على أنه يكون مسؤول أو أحد المسؤولين عن مرض الألزايمر. وسنة السبعينات كمان بالسبعينات اكتشف الأطباء عند مرضى يلي بيبقوا عم يعملوا غسيل كلاوي، اكتشف أنه الألومنيوم يلي عم يستعمل بالسائل اللي عم بيغسلوا فيها الكلاوي عم بيؤدي إلى إصابات دماغية خطرة، ومن هون منعوا هذا الألومنيوم يكون موجود بهيدي السوائل. وكمان في دراسات بتبين أنه الأطباء اكتشفوا أملاح الألومنيوم بصدر النساء المصابين بسرطان الثدي، ورجعوا هيدا الشيء على أنه يكون مرتبط بالديودوران اللي بيحتوي على هالأملاح يلي عم يستعملوها النساء. ومن هون بلشنا منشوف على المستحضرات التجميلية وحتى على الديودورانات بلشوا يكتبوا أنه خالي من أملاح الألومنيوم. وأيضا في عنا عدة دراسات بتبين كمان أنه مثل ما سبق وقلنا، لأنه الألومنيوم أكثر شيء ممكن يتخزن بالعظام، فهذا الشيء عم بيسبب أمراض بالعظام وضعف بالعظام. وحتى أخيرا وليس آخرا اكتشفوا العلماء أنه هالألومنيوم قد يكون يسبب نقص بالخصوبة، أو قد يكون يؤثر على الخصوبة ويسبب نقص بامتصاص الكالسيوم من الجسم. طيب بعد كل هالدراسات شو فينا نقول؟ هالدراسات كلها اللي حكينا عنها وبعض الدراسات كمان اللي بعدها عم تنعمل واللي عم تزيد بشكل تدريجي بتأكد أنه أو بتنصحنا أنه لما بدنا نخزن المأكولات بالبراد ما نحطها بأواني ألومنيوم، ولكن نحطها بأواني زجاجية، خاصة إذا هالمأكولات تحتوي على مواد أسيدية. وشغلة تانية لازم ننتبه لها، أنه يفضل أو إذا فينا نوقف هيدي الخصلة أنه ما بقى نغلف المأكولات قبل ما نحطها على النار بورق استانيتا مثل ما عم نشوف بهيدي الصورة، وخاصة ما نحط معها قصص أسيدية أو مواد أسيدية مثل الحامض والبندورة، لأنه الدراسات بيّنت أنه لما عم نحط هيدي ورقة الألومنيوم على النار مع المأكولات جزيئات صغيرة من هالورقة عم ينتقلوا للأكل ومن خلال الأكل طبعا لجسمنا. وبيّنت أيضا الدراسات أنه هالمواد الأسيدية بتساعد على إضعاف، أي فينا نضرب فادو كمية امتصاص الجسم للألومنيوم. وآخر نصيحة لليوم هي أنه لما نشوف أنه نحن التناجر والمقالي اللي عم نستعملها واللي مصنوعة من ألومنيوم بلشت تتجرح، الأفضل طبعاً أنه نستبدلها بغير تناجر وغير مقالي، لأنه كل ما تتجرح كل ما ينتقلوا أكثر لجسم الإنسان. وطبيعي كمان ما نحرك بهالأواني بملائع ألومنيوم، لأنه كمان منكون عم تساعدها تتجرح وينتقل الألومنيوم للأكل ومن خلاله لجسم الإنسان. والنصيحة أو إذا بدكم آخر تبس بحلقة اليوم هي، بما أنه ما فينا نحن نسيطر أو ما فينا إذا بدكم نقدر نشوف نسيطر ونقدر نتحكم بكل شيء عم بيصير بحياتنا، ولكن الشغلة الوحيدة اللي لازم ونقدر نتحكم فيها هي شو عم نفوت لجسمنا. فما تنسوا كمان أنه العقل السليم بالجسم السليم. من هون بنصحكم أنه عطول نلتزم أو يكون عنا قواعد وعادات صحية وسليمة تما تتأثر بشكل مباشر وشكل سلبي على صحتنا وصحة عيالنا. بدي أشكركم لمتابعتكم بحلقة اليوم، بدي أطلب منكم تتابعونا بحلقات جديدة، وما تنسوا كمان تعملونا فولو على السوشيال ميديا وتعملونا شير. Thank you. Bye.